ماذا يفعل سيد البحار في هذه المياه الضحلة؟ هذا من سوء حظنا. هيا هيا نبتعد قبل أن يبتلعنا. انتظري، إنه نائم، عيناه مغلقتان. عندما يفتحهما لن تكوني على قيد الحياة. انتظريني. صائم لليوم الثالث، أشعر بجسدي ينهار. الشمس قد غربت، ولكن في داخلي يشرق نور يجل عن الوصف. أمعائي تمتلئ بالعنبر. فتح الحوت فمه وتباعدت أنيابه العاجية، وأطلق السجين من جوفه على الجزيرة، ثم عاد إلى الماء. كان هناك صوت يجيء من كل مكان، ولا يجيء من مكان محدد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قد نجا يونس من بطني، كم هو جميل، أنجاه تسبيحه. عرفت السر قبل أن أموت، فما أقسى المعرفة. أحلم أنني زيت معلق في قناديل تهتز مع الريح، تهتز مثل هزات الموج، تهتز تهتز. وإن يونس لمن المرسلين، إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. صدق الله العظيم. خرج النبي الكريم يونس من بطن الحوت وظل بالعراء، وقد شحب جسده ومرض بتأثير العصارات التي كانت في معدة الحوت. وكان الله رحيما بعبده ونبيه الكريم، أنبت بالقرب منه شجرة عريضة الأوراق، كان في أوراقها شفاء لجسده. واسترد النبي صحته وعاد إلى أهل مدين ليدعوهم إلى الله. كان قد وعى الدرس وعرف قيمة الصبر. إن عليه الدعوة وليس عليه أن يهدي الناس، هذا من شأن الله وحده. عليه السعي وليس عليه إدراك النجاح. كان يونس على استعداد أن يصبر إلى آخر الزمان اعتذارا لله وشكرا له على نجاته. وكانت المفاجأة، وجد الناس قد تهيأوا لقبول دعوته، وآمن بعضهم بها بينما كان هو في بطن الحوت. صار المؤمنون بدعوة يونس 100,000 أو يزيدون، كانوا من الأتقياء المخلصين لنبيهم. أما صاحبنا الحوت فقد انتهت حياته في مكان ما في البحر، مات دون أن ينتبه أحد إلى تضحيته أو الدور الذي لعبه في تواضع وصمت. ابتلع الحوت الضخم نبي الله يونس. كان الحوت حائرا يرفع رأسه بالأسئلة إلى السماء كأنه يطلب تفسيرا. إنني جائع، لم آكل منذ يومين، وكذلك النبي الذي ابتلعته، سآكل حتى يجد هو شيئا يأكله. ولكن إذا أكلت فسوف يموت يونس في بطني، يجب أن أصوم حفاظا عليه. ابتعدي أيتها الأسماك، لا تحركي شهيتي. يا إلهي، ماذا لو هضمت صاحبي الذي يسكن في جوفي؟ أريده أن يعيش يا ربي، أريده أن ينجو.
يبدو أنني قد بدأت أحبه. إنه حي، أحس تسبيحه في داخلي. الحمد لله. لماذا لم يؤمن به قومه؟ ما دام لم يتبعه أحد، سأكون أنا أول أتباعه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الآن أدركت الحقيقة، لقد أصبحت صورة لحوت. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لقد نجا يونس من بطني، كم هو جميل. أنجاه تسبيحه. عرفت السر قبل أن أموت، فما أقسى المعرفة. أحلم أنني زيت معلق في قناديل تهتز مع الريح، تهتز مثل هزات الموج، تهتز تهتز. خرج النبي الكريم يونس من بطن الحوت وظل بالعراء، وقد شحب جسده ومرض بتأثير العصارات التي كانت في معدة الحوت. وكان الله رحيما بعبده ونبيه الكريم، أنبت بالقرب منه شجرة عريضة الأوراق، كان في أوراقها شفاء لجسده.